وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة. من الأسرار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم واكتشفها العباد الصالحون من هذا الحديث أنك إذا أذنبت أي ذنب فتصدق بعده بمباشرة ولو بمبلغ يسير، فإن هذا سبب لذهاب شؤم الذنب عنك، فإن الذنب إذا فعلته نكت في قلبك نكتة سوداء. ولكنك إذا أتيت بعد الذنب بصدقة فإن الصدقة تمحو شؤمها.